مرات فضيحة تحرش البخاري بنجاة خير الله. دنيا بطمة تتعرض للانتقاد بسبب صور ابنتها الصغرى. حصريا تفاصيل الأغنية الجديدة لسعد المجرد نادي يا الله. نقابة المهن التمثيلية تصدر بيان بشأن الشكوى المقدمة من أسرة الراحل إسماعيل ياسين. ربيت يتصدر حديث السوشيال ميديا في حفل توزيع جوائز الأوسكار. والآن لننتقل إلى التفاصيل. فضيحة صادمة تلك التي فجرت الممثلة المغربية نجاة خير الله وبالدليل في وجه زميلها طارق البخاري، حيث نشرت تدوينة صادمة مصحوبة بصور عبارة عن سكرينات توثق لمحادثات دارت بينهما عبر الخاص، حيث قام من خلالها البخاري بالتحرش بها مستعملا كلمات نابية نستحي نشرها عبر قناتنا بسبب تضمنها لكلمات ساقطة جدا. وكتبت خير الله في تدوينتها بالحرف: آسفة جدا لهاتشي اللي نزلت، لأنه ليس بمستواي كإنسانة وكفنانة، وأنا أفضل دائما أن أنشر الإيجابية والأشياء الجميلة فقط، لكنني مضطرة رغم أننا في الشهر الكريم الذي يجب أن نبين فيه عن رقينا الإنساني والأخلاقي والروحاني ولا ننشر الأشياء القبيحة مثل هاتها. فعلا قد بلغ السيف الزوبة لمعاناتي لسنين مع زميل أشفع له كل مرة زلاتها. البارحة وكما كل ليلة مع ساعة الفجر بعث لي بكلام مسيء ولم يكثرت لإنذاراتي، واستفزني لأدخل معه في مشاحنة كتابية وتسجيلية ما فيها ميتس معه. أنشر هذا كإنذار علني لهذا السيد طارق البخاري الذي تمادى ووصل لحد مغازلتي بفجر رمضان وسب أمي. للأسف لو كان القانون ناجح في موضوع التحرش لاشتكيتها، لكن كنقول لها عندي ذراعي، المرة الجاية نوصل معك فيما بغيتي، ولي ليها ليها. هادو جوج سكرينات من ثمانية ما فيهم ما يتشاف وما يتسمع من الطرفين، حيت استفزني ونقص لي هدينته حتى أنا. وقد تعرض طارق البخاري لهجوم فيسبوكي كبير بعد انتشار السكرينات التي نشرتها خير الله، كما وبخه عدد من زملائه الفنانين الذين اعتبروا ذلك إساءة حقيقية للفنان المغربي الذي يجب أن يكون قدوة للأطفال والشباب. لكن البخاري جيك حلها معها كما يقال، حيث نشر تدوينة وتسجيل كله كلام فاحش قال أنه يعود لنجاة خير الله، نافيا ما نسبته إليه خير الله ومعتبرا ذلك مؤامرة وشيء مفتعل، حيث قال بالحرف: أعتذر على الكلام النابي السوقي في التسجيل، هذه مريضة والكل في الميدان عارف أنها منهارت فوليها الأضواء وهي كتحاول تدير البوز بأي طريقة، مرة ورقة الاعتزال، مرة الدين، مرة مظلومة، وهاد المرة بدات كتدور بيا وكتستفزني بحال هاد الكلام. بعد ما بداتها بالتحلوين والكلام الرنانة دازت البارح للاستفزاز بالسب والشتم وشي حاجة في دماغها، أو يمكن شي صحاب الحسنات حرشوها الله أعلم، حيت أشنو الغرض من افتعال هادشي في هاد الوقت بالذات؟ إلا أن الكثيرين اعتبروا تدوينة البخاري هو اعتراف ضمني أنه هو صاحب السكرينات بدليل أنه استعمل نفس التعبيرات التي في السكرينات المنسوبة لها وفي تدوينته على صفحته الرسمية من قبيل: مريضة نفسيا وكل شي هجرك، ليقوم بعدها بحذف التدوينة بعد أن تعرض لهجوم فيسبوكي وانتقادات لاذعة. دنيا بطمة تتعرض للانتقاد بسبب صور ابنتها الصغرى. حرصت النجمة المغربية دنيا بطمة على مشاركة متابعيها على تطبيق الانستغرام بصور جديدة لابنتها ليلى روز الصغيرة بعدما كبرت وبات عمرها 6 أشهر، وتفاعل المشاهدون بشكل واسع مع الصور التي جمعت دنيا بطمة بابنتيها غزل وليلى روز والتي طغت عليها أجواء رمضان، إذ تعمدت دنيا وطفلتاها ارتداء العباءة نفسها. ونالت الصور إعجاب الآلاف من المتابعين، وانهالت على بطمة التعليقات التي انتقدت طريقتها في إخفاء وجه الطفلة الصغيرة بوضع إيموجي لوردة كبيرة لإخفاء ملامحها، مستغربين الأمر لا سيما أن الفنانة تحرص على نشر تفاصيل حياتها الشخصية على السوشيال ميديا، إلا أنها تصر على إخفاء ملامح ابنتها الصغرى عن الإعلام. وتفاعل الجمهور المغربي بشكل واسع مع الصور ولاحظوا ملامح الطفلة الصغيرة ولون شعرها الأشقر، لافتين إلى أنها تبدو مختلفة تماما عن شقيقتها غزل وقريبة من الفنانة حلا ترك بلون شعرها وبشرتها. وطالب العديد منهم دنيا بطمة بالكشف عن ملامح الطفلة أو التوقف عن نشر صورها بهذه الطريقة.
كما نشرت دنيا بطمة صورا لابنتيها معنا ووصفت نفسها بأنها أم البنات قائلة: أم البنات وأحلى بنات في الدنيا، ما شاء الله، الله يحفظ لكم وليداتكم ويرزق كل محروم الذرية الصالحة. حصريا تفاصيل الأغنية الجديدة لسعد المجرد نادي يا الله. ينتظر أن يصدر النجم المغربي سعد المجرد مساء يوم الاثنين أغنية دينية جديدة بمناسبة شهر رمضان الكريم عبر قناته الرسمية على موقع تحميل الفيديوهات يوتيوب تحت عنوان نادي يا الله. وتعامل سعد المجرد مع زكريا الحذاني في كتابة كلمة هذه الأغنية ولحنها رضوان الذيري، فيما قام رشيد محمد علي بتوزيعها. مصدر موثوق كشف حصريا لقناتنا أن سعد المجرد قام بتصوير كليب الأغنية بالعاصمة الفرنسية باريس تحت إدارة المخرج حكيم غراب، ويعد هذا ثاني عمل بعد اشتغالهما معا في فيديو كليب أغنية عد الكلام. وسيتم إصدار الفيديو كليب بالتزامن مع بث الأغنية على مختلف منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالفنان المغربي سعد المجرد، وكذا في الإذاعات والقنوات التلفزيونية. ودأب سعد المجرد في كل رمضان على إصدار أغنية دينية، كان آخرها أغنية باب الرجاء والتي كانت عبارة عن دويتو مع الفنان المغربي محمد رضا. تجدر الإشارة إلى أن النجم المغربي سعد المجرد مقبل على مرحلة جديدة في حياته الفنية سيتم خلالها خوض تجارب عربية وعالمية جديدة. نقابة المهن التمثيلية تصدر بيان بشأن الشكوى المقدمة من أسرة الراحل إسماعيل ياسين. بعد الجدل الذي حصل حول ظهور ممثل قام بدور إسماعيل ياسين في مشهد من مسلسل موسى لمحمد رمضان، أصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر برئاسة النقيب أشرف زكي بيانا جاء فيه: في البداية يؤكد مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية أن المساس برموز مصر الفنية هو عمل مرفوض شكلا وموضوعا، لأنه بمثابة تشويه للريادة المصرية في تاريخ الفنون، كما يعد تشويها للشخصية المصرية التي شكل الإبداع الفني جانبا هاما من سماتها وخصوصيتها منذ فجر التاريخ. وأضاف البيان: ولقد تلقت نقابة المهن التمثيلية الشكوى المقدمة من أسرة الفنان الراحل إسماعيل ياسين أسطورة الكوميديا المصرية بشأن تضررها من تقديم شخصية إسماعيل ياسين بطريقة غير لائقة في الحلقة 12 من مسلسل موسى. وختم البيان: وفي ضوء ذلك قام مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية على الفور بتشكيل لجنة رفيعة المستوى لفحص هذه الشكوى المقدمة من أسرة الفنان الكبير إسماعيل ياسين لرفع تقرير عاجل لمجلس إدارة النقابة ليتسنى له اتخاذ قراره بشأنها. براد بيت يتصدر حديث الجمهور في حفل توزيع جوائز الأوسكار. ببدلته التوكسيدو السوداء وشعره الطويل الأشقر الذي ربطه على شكل كعكة غير مرتبة ميسيبين، وما قيل أيضا بأنها نظرة غير مبالية من براد بيت، كانت كفيلة بأن تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار التي أقيمت أمس في دورتها 93. فالنجم الذي بلغ من العمر 57 عاما لا يزال يحتفظ بوسامته كما وصفه الجمهور على السوشيال ميديا، هذا إلى جانب الكاريزما العالية وثقته الكبيرة بنفسه والتي جعلت منه نجم الحفل بامتياز، ابتداء من مروره على الريد كاربيت وصولا إلى تقديمه جائزة أفضل ممثلة مساعدة للنجمة الكورية يون يو جونغ عن دورها في فيلم ميناري. الممثلة البالغة من العمر 73 عاما لم تتمالك نفسها أيضا وعبرت عن سعادتها لرؤيته، حيث تغزلت به بطريقة لطيفة وقالت: سيد براد بيت، أخيرا سعيدة بلقائك، أخيرا شاهدتك، فرصة سعيدة للغاية. وبعد أن انتهت من خطاب تسلمها الجائزة أمسكت بمرفقه وتقاسموا أوقاتا لطيفة خلف الكواليس. وتساءل الكثيرون عن سر جمال شعر وتألق براد بيت في طلته أمس، بينما توقع البعض أن تتحول التسريحة التي اعتمدها في حفل الأوسكار إلى ترند هذا الصيف في عودة إلى موضة التسعينات، بينما يبقى الأمل الأكبر هو لمحبي جينيفر أنيستون زوجته السابقة
والتي كان يأمل البعض أن يتكرر لم شملهما من جديد مثل ما حدث العام الماضي في حفل توزيع جوائز النقاد، حيث حصل اللقاء التاريخي بينهما بعد سنوات من الانفصال. إلا أن جينيفر أنستون لم تحضر حفل الأوسكار هذا العام بسبب عدم ترشحها لأي جائزة، فضلا عن كونها لم تقدم أيضا أي من الجوائز للمرشحين. إلى هنا نأتي لنهاية هذا الموجز، شكرا على حسن المتابعة وإلى فيديو لاحق بإذن الله، إلى اللقاء.